بيان عاجل جدا من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة جديد، بننشر لحضراتكم التفاصيل. ومصر تعلن الاستنفار بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل، وعاجل وهام الأرصاد الجوية تحذر المواطنين، وبيان سوداني: سد النهضة يهدد نصف سكان السودان ولا بديل عن اتفاق ملزم، وعاجل واقعة تثير الجدل في مصر بشكل واسع، بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لألف لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. ومصر تعلن الاستنفار بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل. كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، لافتة إلى أنه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس بداية السنة المائية. الوزارة أشارت إلى أنه تم استعراض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي. أضاف أن في مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف أنها توفر الاحتياجات المائية اللازمة لجميع قطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية. شدد على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ لضمان حسن إدارة المنظومة المائية. وضح ان في متابعة لحظية لمعدلات سقوط الامطار بمنابع النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، وان اللجنة تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في ادارة المنظومات المائية. مصدر معانا كان من RT، زي ما ذكرت في الفيديو السابق ان في فيضان كبير جاي من الهضبة الاثيوبية، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وبيان عاجل جدا من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة. والرئيس عبد الفتاح السيسي اكد موقف مصر السابق بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. الرئيس السيسي أوضح خلال استقباله جيمس واني إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية أن الاتفاق يجب أن يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن المائي المصري. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد وصفت الخميس الماضي تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية. أكد أن إثيوبيا مع التعاون والتنمية المشتركة. رئيس عبد الفتاح السيسي كان قال في خطاب الخميس الماضي أن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروع، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه. وتابع: أكدنا دائما استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الإفريقية. وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع قضية على أجندة المجتمع الدولي. أضاف أن مصر طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. مصدر معانا كامل اليوم السابع: رئيس السيسي بيطلع ببيان جديد مع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل وهام: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة لتتجاوز 40 درجة خلال الأيام القادمة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت أن ارتفاع في درجات الحرارة بيبلغ ذروته بداية من الأسبوع القادم ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء. الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت: تزداد فترات سطوع الشمس بسبب قلة تكون السحب المحلية،
مناشدة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة، والإكثار من تناول المشروبات الباردة. وشهد أمس الأربعاء ارتفاعاً في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب مصر، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة. وأوضحت الأرصاد الجوية أنه اليوم يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب مصر على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. مصدر معانا كان من اليوم السابع، نخلي بالنا ونحاول ما نمشيش في الشمس كتير، ونحاول نشرب سوائل كتير عشان يعني السوائل اللي احنا نفقدها واحنا ماشيين في الشمس او في درجة الحرارة اللي احنا فيها دلوقتي. ننتقل مع بعض لخبر اخر، وبيان سوداني: سد النهضة يهدد نصف سكان السودان ولا بديل عن الاتفاق الملزم. اكد ياسر عباس وزير الري السوداني على ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، شدد على ضرورة تغيير منهجية التفاوض التي يقودها الاتحاد الافريقي. اضاف ان احنا غير مستعدين لاجراء مفاوضات بنفس المنهجية السابقة لانها ببساطة تعني شراء الوقت. وزير الري السوداني اضاف خلال مؤتمر صحفي ان سد النهضة مهدد لنصف تعداد سكان السودان، داعيا وسائل الاعلام لتناول القضية بشكل متوازن. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل واقعة تثير الجدل في مصر بشكل واسع. وأثارت واقعة مراسم دفن أحد المتوفين الجدل في مصر، بعدما اعتقد بعض المواطنين المشيعين أن أحد أطراف الميت تحرك أثناء جنازته. وفقا لوسائل الإعلام المصرية، سادت حالة واسعة من الجدل والدهشة والرعب بين أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بعدما حرك متوفي يدعى أحمد الأشرم قدمه بعد وفاته ويعرف إعلاميا باسم العائد من الموت. هذه الواقعة الغريبة من نوعها جعلت الأهالي يظنون أن الأشرم عاد بالفعل من الموت بعدما حرك قدمه في الكفن، وجعلت الجميع يظنون أنه من أصحاب الكرامات ويجب وضع مقام له، ولكن الأطباء أكدوا أنه ميت ولا صحة لكونه على قيد الحياة. لتثير الواقعة حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، مصدر طبي أكد بمستشفى إدكو المركزي أنه تم توقيع الكشف على الأشرم بعد الحادثة الغريبة من قبل مفتشي الصحة، وتأكيد الوفاة قبل ذلك. وقبل ذلك وقع الأطباء كشفا كاملا لتحديد وقت الوفاة بدقة، تحسبا لوجود أي شبهة جنائية في حالات الوفيات التي يبلغ عنها، ثم تم استخراج تصريح الدفن. وبعد رؤية الأهالي للميت وهو يحرك قدمه داخل الكفن، صارعوا بفك الكفن وعادوا بجثته مرة أخرى إلى مستشفى إدكو، وتم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل طاقم كامل، وتبين أنه ميت منذ فترة، وأن ما حدث مجرد أوهام وتهيؤات سيطرت على عدد من أفراد أسرة المتوفي. من جانبها أكدت الدكتورة سمر عبد العظيم أستاذة الطب الشرعي أن المتوفى لا يعود للحياة أبدا، ولكن تحريك الأطراف هو أمر شائع ومتكرر في كثير من الجثامين. أوضحت أستاذة الطب الشرعي أن ظاهرة تحريك الموتى لأطرافهم ظاهرة قديمة ومكررة وشائعة الحدوث وليست نادرة على الإطلاق، حيث إن جثمان المتوفى يدخل في حالة من التيبس، وعند بداية التعفن يحدث نوع من أنواع ارتخاء الأربطة فينتج عن ذلك حركة في الأطراف. وأكدت إن تحرك الأطراف يعتمد على الوقت الذي يتم دفن الجثمان فيه. الجثمان لو اتدفن سريعا من بعد حدوث الوفاة مش هيلاحظ حد تحرك الطرف نتيجة التيبس، ولكن كل ما بيتأخر الوقت على الدفن بتبدأ الأربطة في الارتخاء. مصدر معانا كامل الوطن، ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله على فراقه، وربنا يرحمنا جميعا باذن الله. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وتحرك عاجل من الازهر ضد العاملين المنتميين للجماعه الارهابيه. كشفت مصادر مطلعه لوسائل الاعلام ان جامعه الازهر ستلتزم بما اقره المجلس الاعلى للجامعات الذي عقد مؤخرا بجامعه الازهر،
بشأن التعديل الذي أقره مجلس النواب على القانون رقم 10 لسنة 72 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وعلى قانون الخدمة المدنية والذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي. والمصادر أكدت في تصريحات لوسائل إعلام أن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي هو المعني بإعداد قوائم العاملين المدرجين على قوائم الإرهاب، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية والتي صدر بشأنها حكما قضائي من العاملين لرفعها بعد البدء في تطبيق القانون وفصلهم من الجامعة حتى لا يتم تركهم في الجامعة ويبثون سمومهم للطلاب، كما أن الجامعة لن تتستر على أي ممن يثبت انتمائه للجماعة الإرهابية وستتخذ إجراءات فورية بشأنه. مصادر أوضحت أن ذلك يأتي وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بالعاملين بالجامعات ممن ينتمون للجماعة الإرهابية ويحاولون إعاقة العمل في الجامعات، مؤكدة على أن الأمر سيتم بسرية تامة بين الجامعة والجهات المعنية. وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر في اجتماعه الأخير تكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية خلال استعراض المجلس الأعلى للجامعات التعديل الذي أقره مجلس النواب مؤخرا على قانون رقم 10 لسنة 72 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي على قانون الخدمة المدنية والذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي. المصدر معنا كان من الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، ويجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.